بمجدك احتميت. فعلا بدنا نعيد اليوم الجيش اللبناني من عبكرة. ستة ألا شمعون ضيفت، أهلا وسهلا فيك. الجديد عم تحتفل بهالنهار المميز بمناسبة فعلا عزيزة على قلبنا. الجيش اللبناني حامل أرض، حامل وطن بكل طوايفه وبكل أديانه. ما فينا إلا ما نوقف وقفة فعلا هيك عز وافتخار بالجيش اللبناني. تقلى شمعون انت ضيفتي مش بس لانك ممثله قديره ومنحبك كثير، وانما ايضا شاركتي بكليب مؤخرا عن الجيش رح يقطع معنا خلال هاللقاء القصير، لانه بوجودك في كثير حكي بدنا نحكي. اول شيء شو بتعني لك هالمناسبه؟ انا اول شيء بدي احيي كل جندي بالجيش اللبناني موجود هلا على الجبهه على الحدود، عم بيدافع عن حدود ارضنا وعم بيضحي من اجل انه نحن نبقى على هالارض عايشين بكرامه وحريه وعزه نفس. وكمان بدي احيي يعني الجيش اللبناني اللي عم بيحمينا، بيحمي امننا من خلال حرب ضد الارهاب. بدي اقول انا انه انا لما بوقف قدام الجيش اللبناني بحس حالي قد ايش انا صغيره. يعني نحن بزمن للاسف شوي مفهوم التضحية والولاء والانتماء شوي عم بينفقد، عم بيسيطر علينا أكثر حب المصلحة الخاصة والأنانية، عم نفكر أكثر بكل واحد بمصلحته. فلما بتشوفي إنه في بعد مؤسسة عسكرية هي موجودة، جامعة موجودة كل أطياف اللبنانية، وهي همها فعلا إنها تحافظ على أرضنا، بنشوف قد إيه إنه نحن من موقعنا شو عم نعمل من أجل خدمة هيدي القضية. فأنا يعني اليوم بدي أحييهم وبدي أقول لهم أنه نحن ننحني أمام كل تضحية أنتم عم بتضحوها من أجلنا. نعم، أنا هون بدي أشوف كمان مع الرجي إذا كليب جاهز لنشوفه ونحضره سوا. هالكليب يلي شاركت فيه إلى جانب عدد من الوجوه المعروفة وممثلين أيضا مشهورين من حبون، كان بإخراج مين إذا فينا نذكر؟ توني معلوف. إخراج توني معلوف كان هون بالنيو تي في فترة مخرج أكيد. كان كليب كتير حلو يعني وأنا ما بقصر أبدا لما بيكون في أي مناسبة أنه أنا أقدر أخذه فيها الوطن، بحب شارك اكيد يعني، وبحس انه هذه من وجباتي. شو رايك نشوف مقطع من هالكليب سوا نحن والمشاهدين نتذكر سوا؟ لانه هو اساس وحدتنا، لانه حامي اعتدالنا، لانه هو الحمايه الوحيده لحريتنا، لانه عم يسحق التطرف والارهاب، لأنه حياته على كف إيده ليحمي كل لبنان، لأنه ما بيسأل عن غيمي وضيفتي ليحميني، لأنه قوي، لأنه هو بيي وخيي، لأنه قوته نابعة من إيمان كبير بلبنان، لأنه الشرف هو شعاره، مش ممكن يساوي مع شرفنا، لأنه بيضحي بالغالي بلا تردد، لأنه اجتمع على الوفاء، لأنه عم يحمي كرامتنا كلنا، ولا قوة شر بتقدر تفرقه، لأنه عم يستشهد كل يوم، لأنه من كل لبنان لكل لبنان ليكبروا ولادي بأمان، لأنه عم بيدافع عني بالروح وبالدم، لأنه بوجوده بيبقى راسنا دايما مرفوع، لأنه عم يحمي كل شبر من أرضنا من الإرهاب، لأنه تحت جناحه جراف كنايسنا ومآذن جوامعنا، رح يبقوا لحن لبنان، ولأنه ما فيني أتخيل لبنان بلاي. أنا تقلى شمعون فرجلة. أنا ميرفا قادر. أنا طلال الجردي. أنا مايا نعمة. أنا تيمور. جيلبير. إليس. نادر. أنا دارين حمزة. أنا دليدة خليل. أنا قليل لحوم. أنا عمر دياب. أنا عمار شلال. أنا نادين نجيم. بعلن ولائي للجيش اللبناني. 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 وانت 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 وانت. وانا كمان بعلن ولائي للجيش اللبناني. ان شاء الله كل لبناني اليوم ومش بس اليوم
بيكون في عنده هذا الإحساس وهذا الشعور إنه دائما يعلن ولائه للجيش اللبناني. صحيح. يعني بنبقى نحن فعلا رح نكفي حياتنا على الأرض، ما رح نتهجر منا. صحيح. أنا دائما عندي هذا الخوف، يمكن لأني خلقت بالحرب وعيشت الحرب الأهلية وشفت قدي كان في حرب ضد الجيش اللبناني، وقديش كانوا دائما كل القوى الخارجية والمحلية عم بتساوم على تشتت الجيش اللبناني، وبقى هو صامد رغم كل هالسنين. كل تحية لإله. تحية لإله، هو فعلا من قضية يعني سامية يلي عم بقوم فيها هالخدمة، يلي بيعطي من دمه من روحه فدا الوطن فدا عائلته. أنا هون بدي عايد كل عائلة فيها فرد بالجيش اللبناني، يمكن كل عائلة فقدت حدا بالجيش اللبناني. بدي أقول لكل أم اليوم حزينة يمكن فقدت ابنها أو فقدت جوزها إنه الوطن يعني مش ما راح دعان، الوطن بيستاهل، ونحن كلنا معك منشد على ايدك وفخورين فيك بابنك وبجوزك وبخيك. رح ناخد اول اتصال معنا. في اليوم عدة اشخاص هيك مثل سوربريز مفاجأة رح نحاول نتصل فيهم خلال هاللقاء. تقلى، انا حابة كمان احكي عن يعني اعمالك، شو عندك هلأ جديد؟ شو رح نشوف لتقلى قريبا على الشاشة؟ الأقرب شيء هو مسلسل ثورة الفلاحين اللي أنهى تصويره من شيء أسبوعين واللي استمر تصويره حوالي 9 أشهر. بيحكي عن الفترة الإقطاعية اللي مرقت بالحكم بلبنان. نعم. وكيف كان في الطبقة الأرستقراطية أو البيكية أو الإقطاعيين بيواجه الفلاحين اللي كانوا يستغلوا. هو وطني، هو يعني كمان في صراع، في ثورة، في مواقف بطولة. رح نشاهده قريبا على الشاشة اللبنانية وبشهر تشرين الثاني إن شاء الله. رح نقول كتابة مين؟ أكيد رح أكمل معك. رح ناخد أول شيء اتصال الفنان معين الشريف. الله معك دارين. معين، أنا أول شيء حابة أسمع هالصوت الحلو بهالنهار العظيم، لأن بعرف قدي أنت بتحب الجيش اللبناني وقدي أنت وطني. شو بتحب تقول للجيش مع أنك رح تكون اليوم الليلة مع الزميل جورج صليب بالليل؟ رح نسمع صوتك إن شاء الله عم بتغني لنا غنية، بس هلأ اليوم هيك بدي منك دقيقة تقلي شو رأيك بيه هالنهار. بقلك أول شيء يعطيكي ألف عافية أنت والفريق اللي عم يشتغل معك كله، ان شاء الله بتضلوا بخير، بتضلوا بهالهمه، بتضلوا وانت كمان المناسبات القويه. الجيش اللبناني يعني كل اللي بنطلبه من رب العالمين، الله يديمك جيش يا لبنان، يعني يا رب العالمين الله حاملنا جيشنا، لانه بتعرفي انت اذا شو ما حكينا وشو ما وصفناه لهالجيش المضحي الباسل. صحيح. كم انجازات قدام انجازاته، قدام قيمته بقلوبنا بنضل مقصرين. صحيح. انت شفتي انا بالطريقه العفويه اللي اشتغلت فيها، عملت لهم عمل، بعتقد صار وصل لعندكم نسخه. نعم. هيدي بدك تقولي حقيقه قلبي، هيدي العفويه. ما عندنا شك، ما عندنا شك بحبك لوطنيتك ولجيشك معين الشريف. نحن رح نكون بانتظارك الليله مع زميل جورج صليبي. انا بدي اشكرك، اشكر اتصالك. بس نحن على طول مقصرين، شو ما عملنا مقصرين نحن تجاه الجيش اللبناني. صحيح. دائما مقصرين. صحيح. بدنا نشكرك معين. بدي ارجع لعندك ست تقلى، كنت عم تقولي لي الاخراج الفيلم وكاتبه كلوديا مارشاليان واخراج فيليب اسمار وانتاج شركه ايجل فيلمز. بشارك فيه مجموعه كثير حلوه من الممثلين. انت شو دورك رح يكون؟ انا رح اكون من البكوات، ولكن حالي. لا بس مش هيك، يعني انا من البكوات اللي ميرسي دارين، يلي بيتعاطفوا مع الفلاحين. يلي هي دائما بتوقف بمرصاد او بوجه خيال بيك، وبتتعاطف مع الفلاحين وبتلعب دور من اجل تحقيق الحريه والاستقلال تبع الفلاحين. نعم. وكنت عم تقولي لي في فيلم مسلسل اخر، ولكن قبل ما تخبرينا عنه رح ناخذ اتصال من الناشط على
من الناشط على السوشيال ميديا عباس زهرة، نحن عم نتصل فيك إذا كنت عم تحضرنا. شو المسلسل الثاني يلي رح تخبرينا عنه؟ اسمه سكت الورق، هو كتابة مروان نجار وإخراج نديم مهنا. هو بيحكي موضوعه تفاعلات الحرب الأهلية اللي أثرت على طبقة معينة أنه تبقى هي عندها السلطة، واللي هي تبقى تتحكم بمصائر الناس من خلال بيع الأراضي ومن خلال بيع العقار. وأنا عم شوفها يعني اللي هو عم نعيشه اللي هو كمان أنا بالنسبة لي هي حرب أخرى، يعني بالنسبة لي ما انتهت الحرب، الحرب بعدها موجودة بس أخذت وجه آخر. عشان هيك نحن بحاجة للجيش طبعاً طبعاً لحتى هو يحمينا ولحتى يرجع وعينا على القيم. للأسف نحن فقرونا لدرجة أنه ما عدنا نفكر بقيم أكبر من أنه أنا حقق لقمة العيش، أني أنا أقدر ألبس، أنا أقدر أعيش. بس خلينا هذا الشيء أنه ما نود نعرف أنه شو سبب وجودنا أن نحن بهالبقعة من الأرض. ودورك؟ دوري بكون يمكن ناشطة من بمجالي، كيف ببقى أنا في عندي أرض وأنا متمسكة فيها، والأصحاب السياسيين يعني دوري هالمرة أصحاب السياسيين والإقطاعيين بدهم يعملوا مؤامرة علي لحتى يخلوني أني أترك هالأرض وبيع بيتي وبيع هالأرض اللي أنا بملكها. فبوقف بوجون يعني هون فعلا أنت كمان هيدا الشعور بالوطنية وحبك لأرضك ولبنان كان مساعد لإلي لحتى طلع هيك جواتي أحاسيس. يعني اختيارنا ضيف إلك اليوم محل لأنه أدوارك اثنين بيستاهلوا نحكي عنهم. نعم. اليوم بهنهار. نعم. تحديدا هل جاهز معنا الاتصال؟ ألو ألو الو. اذا الناشط على الانستغرام وهو يلي المعروف بلبنان تايمز على انستغرام انطونيو باسيم، مرحبا. هاي مرحبتين. اليوم انت عيدت على طريقتك الخاصه الجيش اللبناني، ومثل ما بتعرف نحن هلا بعصر السوشيال ميديا، فانستغرام وتويتر اساسيات بيومياتنا. كيف عيدتهم؟ خبرني هيك بطريقتك. هلا انا دارين اليوم هو عيد الجيش الرسمي، بس هو كل يوم بلبنان عيد الجيش، كل يوم بيكون في امان واستقرار بلبنان هو عيد الجيش. صحيح صحيح. هيدا وطن بلا جيش ما في وطن. كل يوم فينا نعيد الجيش وكل يوم بدنا نوقف حد الجيش. ونحن بنعرف هالشيء من خلال اختيارك لاسم لبنان تايمز، قد ايه انت وطني، قد ايه بتحب لبنان. بالنهايه سوشيال ميديا، انا باللبنان تايمز انا عم فرجي جمال لبنان ومناطق لبنان والعادات اللي موجوده بلبنان. ولو ما في جيش ما في امان، يعني ما في انا نزل صوره، ما في روح على مناطق اللي هي اللي انا عم نزلهم على السوشيال ميديا اذا ما في امان بلبنان. ولازم كل لبناني يضل يدعم الجيش يوميا مش بس بعيده الرسمي. نعم، انا بدي اشكرك، ودائما نحن بحاجه لاشخاص مثلك على السوشيال ميديا تيوصلوا هالصوره الحلوه عن بلدنا عن جيشنا الى الخارج. وانا كمان بدي اشكركم وبدي اشكر الاكيب وضيفتك الممثله القديره، كلكم يعني كل اللي بيعطي لهالبلد كرمال خير هالبلد نحن بدنا نشكره. برافو عليك. لو ما انتم ما في بلد. شكرا لك وللشباب يلي مثلك. وهلا بدنا نكمل معنا المقابله، ولكن كمان حضرونا اتصالات. نحن كمان رح نتصل ب عباس زهري بسمير صفير، كمان نعرف شو الأغاني اللي بيعملها بحبه للوطن. أوقات بمواقفه فينا نقول هيك. يعني كنا مع عباس زهري؟ لا كنا مع أنطونيو. أوكي. خبرينا كيف علاقتك بالسوشيال ميديا تقلى؟ بتعرفي أنه اليوم الممثلات كمان في عندهم حياتهم الخاصة، هل أنت من الأشخاص اللي بتحب تنزل صور على السوشيال ميديا؟ أنت بتتابع السوشيال ميديا؟ خبريني. أنا لا، مني ناشطة أبداً على السوشيال ميديا بقرار. يعني جربت قبل هيك، يعني بتعرفي بصيروا دايماً في أشخاص حواليك بحسوك أنه أنت في عندك ناس بحبوك، بحبوا يعرفوا أخبارك ونشاطاتك، رغم أني بعمل نشاطات كتير مهمة وممكن حلوة تنحط يعني صح. على الوسائل التواصل، ولكن بمكان معين صرت ألمس أنه قدي هي عم تاخد مني طاقة. صح، بدها طاقة وبدها قوة. وقدي هي عم بتخليني أنه أنا بدل ما ركز على شغلي بدل أعمل شيء جديد وأفضل والأحسن وحسن من أدائي وحسن من تطلعاتي.
فحسيت انه لا صرت عم بلعب لعبه منافسه. نعم. وهيدي لعبه المنافسه بتدخلنا بهيك دهاليز شوي بيشبه يعني نسوان الفرن يعني او بيشبه أنا يعني الصبحيات اللي بيعملوها. صح. قال وقلت وقلنا وعلق وقال هيك ورد علي بهالطريقه وبتصير المشاكل للاسف عم ينقلوها على البلاتو التصوير وبالنسبه لي هذا كثير بياثر على مناخ الشغل. فانا من هون كان خياري انه لا انا كثير ناشطه بعمل كثير اشياء مهمه ولكن مخليه على صعيد انه الاعلام يجي هو يعمل مقابله ويضوي عليها ما التهي انا بهذا الموضوع. نعم. هلا الشخصيه اللي رح نحكيها اولا مرحبا عباس زهري انت معنا على الجديد. مرحبا داري. عباس معروف على تويتر معروف قد ايه هو فعلا هيك كل يوم عنده قضيه كل يوم عنده شيء ترندنج اليوم شو هو الترندنج على تويتر عباس؟ هلا بما انه اليوم عيد الجيش اكيد الهاشتاج اللي اطلقه قياده الجيش هو اللي نحن مشينا فيه بمجدك احتمايت. نعم. هذا الهاشتاج اللي له من امبارح ترند رقم واحد باثنين وجاب ارقام كثير حلوه بالمشاهدات والمشاركه تقريبا كل الناس شاركت فيه. نعم عباس انت على طريقتك الخاصه كمان كيف ساهمت على تويتر انك تعايد الجيش اللبناني خبرني. قبل السوشيال ميديا يعني من احنا وصغار كنا معودين نقعد بوجه التلفزيون كان بعده بالابيض واسود نحضر استعراض الجيش بعيد الجيش شوف تخريج الضباط بالمدرسه الحربيه هذا الشيء كان كثير حلو نحن وصغار نحسه لما اول ما بلشنا نكبر واخذونا على الخدمه الاجباريه كمان كان شيء كثير حلو لما الوطنيه عنا اكثر يا ريت اللي بهذا اليوم نرجع هذا الجيل نرجع له الخدمه الالتزاميه على ايدي شوي لتعلم هلا شباب حيعيطوا الوطن عباس عملها هاشتاج هلا انت مع ام ضد الخدمه الوطنيه؟ لا بعملها بس ما خدمه العلم يعني خدمه العلم انا مع خدمه العلم انت عباس مع خدمة بس العلم بس لا هلا بدك تخلق بلبلة على تويتر مثل عادتك عباس عباس انا كمان اليوم حبيت انك تشارك معي بهالفقرة لانه بعرف قد ايه انت حدا بيساهم بنشر الكلمة الحلوة او الموقف معين وانت اكيد اليوم ساهمت بطريقتك الخاصة انك تعايد الجيش اللبناني انا بدي اشكر اتصالك شكرا لك شكرا لك عباس نعم تقلقين انا برايي انه خدمه العلم هي مرحله يعني للشباب يعيشوها بتدربوا على الدفاع عن الوطن بنموا فيهم اكثر حس الانتماء في حتى من مفهوم البطوله بيربى عندهم اكثر يعني للاسف نحن شوي عم نصير خنوعيين يعني صحيح يعني عم نصير اكثر يعني نتلكأ عن انه نحن نكون حاضرين لما الوطن بينادينا لا نحن حاضرين انه نطلع بالطياره ونترك لا بس ونفل في اوقات يعني. انا مع الشباب يلي هن يمكن كمان بيشاركوا بالدفاع عن وطنهم وانما يمكن مش بسلاح بطريقه اخرى لانه انا بعرف في عندي كان رفقه لالي شباب كانوا يخافوا ما كانوا يحبوا يشاركوا بالخدمه بس كانوا يشاركوا ممنوع ضلوا شاب يخاف يعني انت مع ممنوع يعني في شاب يخاف اكيد يعني هيدا هيدي ما في رجوليه معناتها ما في بطوله نحن نفتقر الى زمن البطوله هلا صحيح نفتقر يعني لا لا ما بيكفي بس اكيد هذا الشيء اللي بيعملوها كثير مهمه ولكن انا لازم اكون حاضر اني انا افدي وطني جسديا اذا انا كنت مضطره انا بدي اوصل اني اضطر ابنك اليوم قال لك انا رايح على الجرود رايح هلا على الحدود بدي افوت بحرب هل انت حاضره انك تتخلي عن ابنك كرمال اكيد اذا في قضيه وطنيه والوطن بيدعوه انه هو يروح يدافع عن وطنه من اجل بقائه بارضه ودفع عن الشعب اكيد حالنا فيك عن جد لانه هيدي مش ابدا منه قرار سهل تاخذه ام او زوجه او اخت لكن انا بسنه 76 تهجرت من ارضي ويمكن عشت بوقتها بعمر انا كثير كثير صغير يعني من وين انت تقلا؟ من جوار الحوز من جوار الحوز فيعني نحن ابتدت الحرب ال 75 نحن بال 76 كنا يمكن ثاني ضيعه بلبنان تتهجر وشفنا كيف يعني نحن بلحظه معينه عم نترك ارضنا عم نكون نحن بمواجهه مع الوجود
فلا يعني هذه من 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 سبب وجود الإنسان على الأرض. نحن مش بس منوجد هون كرمال ناكل ونشرب ونسهر ونلبس أحلى لبس وننبسط ونتسلى، لا، نحن في أسباب كثيرة أهم لوجودنا، وهي اللي بتعطينا الفرح الحقيقي. نحن عم نفقد الفرح الحقيقي لأنه عم بيكون معلق بالماديات. لما نحن بنربط فرحنا بمسل أعلى سامية، بالعكس صار في عنا فرح لا يعني لا يزول بدا الموجود. نعم. الفنان سمير صفير كمان أنا بتصور بوافقك الرأي. سمير صفير من لندن تحديدا هالاتصال، مرحبا. الفنان سمير صفير أنت معنا على الهواء إذا سمعني؟ أنا سامعك. أيوة كيفكن؟ ألو؟ ألو سمير. ألو بونجور. نحن بنعرف قد ايه انت بتحب الجيش اللبناني، ومن هون انا حبيت اني اتصل فيك تاسمع شو بتحب تقول بهالنهار. انا كثير بتشكرك دارين انك تحكي لي هالفرصه، لانه كثير انا من جوا محروق اني بهذا اليوم بالذات مني بالوطن لشارك الجنود والعسكر والضباط بفرحتهم وعيدهم اليوم، يلي هو بالنسبه لي اهم عيد انا عندي، هي المؤسسه الوحيده يلي بلبنان بعدنا بنحترمها ومنجلها وبنتمنى لها الخير فعلا. باغانيك بعد ماجد صوبون، يعني انت عم تحكي صح. بعد ماجد صوبون لانه ما فيك تجي صوب العطاء والوفاء والتضحية والشرف. صحيح. هدول شرفنا هدول. او انا بهذا اليوم اول شيء بدي اتوجه بمعايده لقائد الجيش، وبدي اتوجه بمعايده لكل جميع الضباط والعسكر، وبالاخص اخص بدي من كل قلبي ابعد تحيه لشهداء الجيش اللبناني يلي هن بدمهم رووا تراب الوطن وسقيوا ارض لبنان وحمونا وحموا حدودنا وخلونا بعدنا نحن بلبنان موجودين. انا كثير 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 هاي المؤسسه بوقف عندها، كثير بجلها وبحترمها. اقف قدامها بانحناء وبقول لهم ينعاد عليكم يا ابطال، ينعاد على لبنان يلي انتم حماة لبنان، لانتم فيكم انتم نحن بنكبر وفيكم احبابنا موجودين. ويعجز الثاني عن وصف هذا النهار الحلو، بحبكم كلكم انكم هلا موجودين هونيك عم بتشوفوا البدله، عم بتشوفوا العسكري، عم بتشوفوا الجيشي، هيدا شيء مهم كثير بلبنان، وخصوصا بهذا العهد الجديد يلي يرأسه بي الجيش، بي العسكر وبي الضباط واللي هو بي الكل. سمير صفير انت موجود بلندن تحديدا، فينا نعرف هل من اعمال جديده اللي انت موجود بسبب عمل معين ام فقط هيك سياحه؟ لا انا بصراحه موجود سياحه، موجود هيك نوع من الاستراحه، بحب كثير لندن انا بهذا الشهر. هل في اعمال جديده بانتظارنا من قبلك؟ اكيد في اعمال حلوه كثير، في مفاجاه كثير 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 ما بدي احكي عنها. لا هي كيف يعني مفاجاه كبيره وما بدك، كيف يعني شوقتنا هلا، خبرنا شوي. لا لانه هيدي المفاجاه رح تكون تجي مثل اليوم للجيش اللبناني. اها هي خبرية حلوة، هيدي هدية حلوة للجيش اللبناني من سمير صفير. أنا بدي أقول لك ميرسي، بدي أشكرك على هالمشاركة، وبنشوفك قريبا بلبنان. وأنا بدي أتشكرك كثير، وبدي أختم كلمتي بدي أقول له للجيش، بدي أقول له كبر الارض فشخه تحت اجريك لما الوطن ينده تعالي، والبروده تظلت بايديك تسقي ارض لبنان حريه. ينعاد عليك، ينعاد عليك على كل العيله فيها فرد بالجيش اللبناني. تقلى شمعون، نحن تقريبا وصلنا لنهايه هالفقره، حابه اعرف هيك بنهايه شو كيف بتحبي اليوم هيك تختميها على طريقتك الخاصة، شو بتحب تقولي للجيش اللبناني؟ يعني أنا اللي قلته بالبداية ما رح أرجع أكرره، ولكن بدي أقول إنه إن شاء الله يصير في عنا ناس قياديين موجودين بالمواقع السلطة، إن كان رئاسة الجمهورية أو قيادة الجيش. هل أنت راضي اليوم عن الموجودين اليوم؟ أنا برأيي إن إحنا يعني عشنا فترة كان فيها الوطن مسلوب منا، لازم نسترجعه. يعني ان شاء الله تكون مسيره استرجاع الوطن بلشت، لانه نحن بحاجه
حق مسؤولين عندهم روح الوطنية، عندهم القيادية، عندهم حس التضحية، عندهم تعالي عن المصالح الخاصة، فلأنه الوطن بحاجة لأبطال، فنحن بنا مسؤولين أبطال حتى يربوا عند المواطن اللبناني حس البطولة. نعم تعالى، أنا بدي أشكر وجودك معنا اليوم. وبدي أوعد المشاهدين من بعد هالفقرة رح تطل عليكم الزميلة رابعة الزيات وضيفتها أمل حجازي، فتابعونا.